راكم كيف نيك بونسوار ازول مرحبا بكم في حصه لاتوت واش راكم لاباس بخير ان شاء الله سالمين غانمين شفتوا هاد اليومات كاين واحد لوبيراسيون ديال لا روميز ديال 20 مليون على لا كريتا على لا اي 30 على لا ايفان اللي فيها 10 ملايين على كل حال والتسليم في 30 دقيقه مي احنا قلنا في حصه لاتوت علاش ما نروحوش للشوروم هنايا برينسيبال ديال علامه هونداي ونشوفوا كاش كليون هكذاك نتبعوه كيفاش تكون على عمليه الشراء حتى لا ليفريزون ونحسبوا لو توب كرونو هذاك اسكو صح ليفريوه في 30 دقيقه ولا لا لا اي بيان ريبورتاج هذا في خاطركم لا توت كاين واحد دي كليون هنايا راهم جايين فيزينا عليهم دوك نستناو يجيو يقارو هنا ونتبعوهم واش راك خويا لاباس صافا الحمد لله كي يجيك الكليون خليه تدخل ما تحوزوش مرحبا به في اي وقت بارك فيك يا خو هادي لا توت لا توت واد سفيان زينة يمنا لا حلينا واد سفيان زينة يا خويا مرحبا بكم ما تقوليش بلي جيتو بها من واتسوف هذه لا لا احنا جينا من واتسوف هم بيعونا الجماعه بلي جيتو من واتسوف هاي عرفنا بلي اسم الكريم باجي على الدين واخونا العزيز واسمو هاشم طارق وانت خويا موسى عشاوي وانت صاحبي عبد الكريم شكون اللي عايش فيكم شكون هو الشاري عاو الشاري ها يا خويا هالك علي منك معول ان شاء الله كريطا ولا اكسونت ولا نشوفوا احنا ولا صح هكذا نشوفوا اي حاجه يا طريب جيتوا البارح بالليل ولا جيتوا احنا الصباح ان شاء الله اليوم الصباح جيتوا اليوم الصباح الله يبارك الله يبارك هذا وصلنا بعد من خروبه وجينا ديريكت مرحبا بكم جيتوا بالبيس في البيس لما جيت في البيس تعاود تولي بك بالكروسه ان شاء الله ان شاء الله قال لك تسليم فوري ان شاء الله هكذا قالوا لنا وجينا نشوفوا حتى ان شاء الله ان شاء الله لا توت خويا قالوا لي تسيبورتي سيار بيه صح لا انا مولودي هاي صح هاي خلاص دونك رانا نتبعوا في الجماعه نروحوا ندخلوا للشولو هكذا وانت منين جيتنا انت ثاني من من تكرت انا من الواد من تكرت الواد ما كانش بزاف من تكرت الواد ما كانش كان 90 كيلو 90 كيلو شوف هذا صاحبك صاحبي شوف بيناتهم 70 كيلو بصح لاكسون ماشي كيف كيف هذا لاكسون تاع واد شوف زيو لاكسون تاع تقولت وحده نقول لكم علاه انت ما عرفكش علاه علاه هذه تبعوها مليح هذا درس في التاريخ لانه زمان وقت فرنسا شوف التاريخ وين يرجع وقت فرنسا التقسيم الاداري كانت ولايه سوف تابعه كانت سوف تابعه لولايه طوزر في التقسيم الاداري تابعه لتونس لطوزر وتقولت تابعه الله اعلم القسنطينه دونك في هذه الامور في التقسيم الاداري هذا يا اللي كاين كيما نقولوا هنا لاكسون تاع خاوتنا في اللهجه عندهم لاكسون زي وهذو عندهم لاكسون زي وحنا نفتخروا بكامل لي زاكسون تاع الجزائر اول مره جي للشوروم هذا اول مره جي للشوروم نورمالمون هنايا هنا تحوس تشوف واش كاين واش ما كاينش واقيلا جا كوميرسياليست كيف بيان السلام عليكم واش راكم لاباس صباح بخير صباح الحمد لله الحمد لله ضياف ربي شوف صاحبنا هذايا سمع بهذيك لا بروموسيون اللي كاين تاع 20 مليون وتسليم في 30 مينوت دونك حاب يشري اسكو محسوب بوفي لو بروندر اون شارج يعني هيا شري بيان دونك انت قلت لي واش طوموبيلك نروح نشوفوا كريطا ليسونس ولا ديزل ونشوفوا لي شوا اللي كاين فوالا دونك حوس على كريطا اسكو كاينه كريطا ديجا توريها له كاينه ديزل كان في ديزل فوالا ساعدك ديزل داكور نشرو ديزل هيا نروح نشوفوها بصح لا لا تفضل خويا هذه يلا كريطا ديزل هذه الموتور هذه موتور انسيس 128 شوف لاباط اوتوماتيك هذه اللي ديسبونيبل ديسبونيبل دوك 30 مينوت ديها نص ساعه خويا ديها تفضل معايا هذا تفضل هاي اطلع لا واش رايك في البوزيسيون في القاعده هذه اولا لا بريمير فوا اللي تقعد في كريطا ولا قعدت فيها ديجا عندي ديجا كريطا كانت عندي ليسونس كانت عندنا في ليسونس كانت عندكم في ليسونس دوكا نروحوا نديروا له لا كوموند دونك لا بريس دو كوموند هذه دونك هنا دير له فوالا هنا دير له لا كوموند صحيح كريس ماشي مشكل كاين كريس بصح كي ديرها كري تتبع لك نيميرو تليفون 66 66 عندو لي ميم نيميرو تاع الانسبكتور تاع 66 66 لا توت
واللي يحب يزور واتسوف كش واحد عنده حبي يجي يدير سياحة في واتسوف واش تنصحوا يعني المنطقات اللي يقدر يزورهم بغير واش كاين عندنا في السنتر فيل يعني كما نقولوا في ضواحي واتسوف حبيت نقول كيفاش كاين بلايص وين يخرج كاين الرمل كاين بلايص فيها بالخيل ما يقدر يبات ثم في الرمل كاين بزاف بلايص ملاح des agences de marque programmées qui sont spécialisées dans les visites touristiques. D'accord. Sur place, qu'il y a des agences et des programmes touristiques. Des visites touristiques. Allah ybarak, Allah ybarak. انا نحبها بزاف واتسوف نحبها ولا نحبها دوكا واش عندنا من خلاص بون دوك نعمر له فوالا نعمر له لا شيميز هذه من بعد نبعثوا لاكاس فيها لاكاس يروح يخلص يروح يخلص وقتاش نديكرونشي 30 مينوت سادير منها ملي يخلص ولا ملي جا لعندك هكذا هو ملي دوك يزيد كيخرج من لاكاس يعاود يولي لعندي تما نديكرونشي تما نديكرونشي الكرون وجد خويا على التليفون ما نديكرونشي كي يجيب روسيت بيمون تما تما لونسيو ولا هنا كاين واحد قال لك واحد لاكاس تمشي بلا انترنت هنا الاستعمار هذا هو اللي يمشيها بلا انترنت دوك كانت بعثكم لاكاس هكذا دخلوا تخلصوا دوك تسناو في لاصال داتونت هكذا دخلوا تخلصوا كي تكملوا عاودوا ان شاء الله اوكي يا سيدي تسناو في لاصال داتونت لها دوك كان لاتوت مشي عويني هب اسكينا خير ويني تفضل خويا تفضل لا تفضل مع الكوميرسيال خلاص خليت عجزت سي بون بسم الله سي بون بسم الله سي بون دونك يفوت عند لاجون كوميرسيال اللي كان عنده هذا هو الدوسي تاعنا نفوتوا عند لاجون كوميرسيال فوالا فوالا الدوسي تاعو تفضل خويا الشميز تاعو ريح خويا شكرا ريح فوالا فراد تفضل سي بون فراد تفضل سيدي لهنايا عندما ما جيتش باطل ما تقوليش طول يعطيك الصحة خويا سيدي لهنايا كاين كات كوبي لازم يتسينيو بالبركه عليك كل شيء مبروك خويا مبروك عليك اضرب اضرب تخميس انا اللي ولي نخمس معكم والماشي تفضل يعطيك الصحه هكذا خويا هاي ودوكا واش هي لا بروسيدور منا وين نروحوا دوكا انا نروح نكاشي دي بون كوموند صحيح لا شيف دي بون ايه ومن بعد نعاود للكليون نعطي له البون كوموند تاعو بلوس لو ريسيت بيمون داكور فوالا ومن بعد نروحوا لا ليفريزون انا ندي كلونشي 30 مينيت كرون فوالا هنا ندي كلونشي انا ندي كلونشي 30 مينيت كرون تي 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 هو يسنن هنا ولا وين هي يسنن هنا يا دوك نجيبو اقعد خويا اقعد دوك كويس تقلب هكذا نجيبو لك قهوه شربت قهوه زيد لك وحده شربت يعطيكم الصحه نجيب لك قهوه صاحبي لو دوزيام باسكو راه نعسان جاب الواتسوب لازم تشرب قهوه دوك منا تروح الواتسوب ديريكت ان شاء الله ديريكت الواتسوب ان شاء الله طيب ياسر تروحوا نتبعوا حنايا كذا اخر هات صوفيا نروحوا معاه لا راح سينيها سي بون كاشات لك كاشات لي هاي ليك بون كوموند خير بيه فوالا بزرب بزرب عندنا الكرون بزرب بزرب لازم لازم بزرب 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 هاي انتليت بزرب سي لازم نروح حتى الواتساب فوالا هاي فرات هاك ديك نونشيت ولا الكرون وهذاك تاع 30 مينيت فوالا هادو هما الكليون تفضل خويا بالبركه عليك دوكا تيك واش دوكا انا دوك لا شيميز هادي نديها لا ليفريزون صح لا ليفريزون دونك الكليون يسنى في الصالون صالون كونت وجد لا كارتون فوالا 30 مينيت دوك نروحوا لا سال داتونت ونشدو ونخليو سيدنا يدير الخدمه تاعو بزر 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 طيب شرب حاجه صاحبي لا توت لا توت تفضل خويا لا كارتون شكرا بارك الله فيك كل شيء مبروك تعايا وشوف شكرا يعطيكم الصحه ميرسي بوك كل شيء مبروك تم ليفريزون اون 30 مينيت بارك الله فيك احنا عندنا لابارتي اسيرونس ياك خو نعم عطاو لك الكواغوت ولا كدير لهم لاسيرونس بيان سير عطاني لا كارتون ديالو بون ليفريزون تري بيان سير بلاص في الشوروم هنايا سير بلاص وي بيان سير تري بيان ولاسيرونس هادي درت لهم تاع محسوب سيركيلاسيون برك ولا شغل هادي لاسيرونس تاعهم من عندنا عندي باناج غراتوي هاي ليك لاكارت ايه ودرنا لهم اسمه دوماج كوليزيون تاع 20000 دينار 20000 دينار شحال لا بيريود تاعها شو يدير يعني 3 موا تاع 3 موا 3 موا يا طريبي قادر يخرج بها من 3 موا واليس 3 موا وعندنا لا توريست كان فيها ريديكسيون 65% في لا توريست طريبي انتوما لا جام ياك انتوما بارتنير تاع سيما موتور تاع هوندا دير كونفونسيون افيك سيما موتور وانت واش تيبورتي خو نعم واش تيبورتي سيبورتي مانشستر مانشستر لا
لا توت دونك انا نستناو انا دوك ديكلونشينا الكرونو انا قاعدين هنا وصاحبنا جاب الشيبس ما حبوش يشربوا القهوه ما حبوش الاخر فوالا هذا هو الرسيد بيمون هاوليك عطاو له في لاكاس هاهم كاشتي ولاباس وكلش دوك عبيد زقسيك شحال دير طريق من الواتسوف كي ديماري هكذا بالطوموبيل ساعه ولا شحال من كيلومتر شحال من ساعه 10 سوايع 10 سوايع بالحبسه وكلش كي تحبسوا الساعه وتريح شويه وديك وين تحبسوا انتم واش مطريق علي ما تحكموا انتم على ابو سعاده ولا على سعاده بسكرال ملي تروح حبس في عين حجل شوف هذه مليح عمي طيب راك عند عمي طيب كيف الشو الله يبارك راهم يجيو عندك الجماعه هذو هكذا حفطروا عند عمي طيب دوك البنا عندنا هنا وشوف طيب قولوا بعثنا نبيل تاع لاتوت دير لهم الرميزه يا عمي طيب هكذا هذوما جاو ضيافنا هنا هكذا 8 سوايع 10 سوايع ها هكا تحبسوا ضياف بو سعاده في عين حجر ومن بعد تكملوا نحبسوا منا في لاطور شويه نحبس تريح تسمع 10 ساعتين تحبس تسمع 10 سوايع اليز يعني كي تروح اليز 10 سوايع وكي تروح هكا ماكسي ديري شويه تحكم 9 سوايع 8 سوايع صح عندي واحد السؤال هذه تاع اصحاب اتوكور تروح على روحنا كان واحد الحاجه حبيت نشاوركم فيها احنا اصحاب الشمال ما نعرفوهاش وكاين بزاف اصحاب الشمال يروحوا للصحراء يحوسوا ويطيحوا بعيد الشر في واحد الغلطات نطرح عليكم واحد السؤال وقولوا لي كيفاش تتعاملوا بها انتوما انت راك تمشي مثلا دوك راك من بوسعاده ورايح لواتوف تبدا يبداو يبانوا الكثبان الرمليه يبداو صح ولا لا صح مسكره ولا راك تمشي في الطريق ويكونوا ثلث جمال ولا اربعه طرف الطريق واش لازم دير اسكو تكسيليري ولا واش لازم دير لازم تحبس ترالونتي ايوا عليه باسكو قادر الجمل يقعد لك في الطريق صحيح باسكو قادر الجمل يقعد لك في الطريق صح ولا لا هذه صحاب اللي يخدموا الصحراء ولا ناس الصحراء الله يبارك يعرفوها مي صحاب الشمال ما يعرفوش كاين دي فوا يحبوا يروحوا الجماعه للصحراء ويشوف الجمل يفرح به ويكسيليري يقول له لك روشيلو هو الجمل حيوان يعني على كل حال ما على بالوش وراه قاعد حاشا كيما نقولوا حاشاكم راه قاعد محسوب قدام القدرون تنجم تنفحلو في الثانيه الاخرانيه يدور ويحبس في وسط الطريق ماشي من با يقطع الوغ ايماجيني انت راك جايب طوموبيل تمشي ما شاف شحال لا فيتاس هذيك دونك كي تشوفوا الجمال على طرف الطريق حاد ونقص بزاف هاك شوف قال لك غير تشوف الجمل ينقص باسكو هذو يعرفوا وكاين يا للاسف بزاف اللي ما يعرفوش هذه في الطريق اللي تلقى الفوتراس يشعل لك كود فار فوتراس معناها توجور تستحفظ من الجمل يعطيك صحة كان دي كود في الطريق هكا الشوفرة يعرفوا كي تكون مسافر انت سيرتو في الخلا تلقى واحد يلقى فوتراس عرب اللي كاين الجمل عرب اللي كاين الجمل ولا كاين الصابل في الطريق ولا كاين حاجة نقص وخلاص لازمك تنقص حاجة ايوا هاي لعب سوار دونك كي تكون تمشي واحد ديال في ديتريس سي با دير عنده عرس راح يعرس ولا راح يجيب العروسة صادير رد بالك نقص هذه هي هذه الحاجة احنا صحاب الواد اصحاب الصحراء بصفه عامه ورقل هاسي مسعود نعرفوا الكود هذا شكون نتعاملوا به صحيح كي نوضوا في الطريق سيرت هكا في بلايص كيما هكا عارفينها كي نقول صح شكون دير حساباتك على 50 كيلو 20 كيلو 30 كيلو متر باش تلقى حاجه مش نورمال الفوك ترى لونتي في الطريق وترد بالك سي صراحه طيب صح دوك هذيك عندي سؤال واحد اخر هكذا حنا كي نمشوا في الصحراء ساعه ساعه نصيبوا زوج جمال ثلاثه وحدهم ماشيين في الخلا هكذا ومشين وحدهم هذو محسوب ما عندهمش مولاهم ولا عندهم ولا كيفاه عندهم مولاهم عندهم مولاهم وكيفاه عندهم مولاهم هذو عندهم مولاهم وكيفاه يطلقهم في الخلايا هذو كيف يعاود يسيبهم من بعد هاو الجمل هاو يمشي كيما يعرف الطريق يعرف الطريق وكل ما هي الصحراء مقسومه دي سيكتور معناها شغل دي زون صحيح شاك زون معناها فيها الناس اللي راهي ترعي في التاحه ثم صح وكاين جماعه راهي ساكنه ثم ترعى معاهم صحيح يقيدوا فيهم يعرفوا وين راحوا وين مشاو وين منظمه الحاله ماهيش تشوفها ما يطلقوا هذا كيمشي 10 كيلومتر كاين العساليه وكاين هكذا هالك تدلنا صاحبي يحسب الجمل يقول لك اسمع نديه ونجي رايح والله غير يجيوك الجماعة والجمل هذاك تما راهو طلقوا يرعى ولا طلقوا واش يرعى هو لازم يعيش في الصحراء ما يقدرش يعيش في حاجه مغلوقه ثاني صحيح لازم يعيش في هكا في الناتير ما يعيش في حاجه فلوسع فلوسع ما يقدرش تعيش حاجه مغلوقه الجمل صحيح لازم يمشي لازم ياكل لازم دونك يمشي يطلقوا يطلقوا يمشي مده شحال هكذا كيطلقوا واحد الشهر شهرين مطلوق على العام مطلوق على العام على العام الا كان باش يبيعهم ولا يعاود يهبطوا ولا كان باش صديقه ونهار يحوس يجيب وروح يسناه وين يشرب الماء ولا وين كيفاش يدير كاين شي عباد انا ثاني ما عنديش شقة معلومات على كافي باش نقدر مي كاين شي عباد راهي مختصه في الشياطه تلقاه ثم انت كي تمد الجمل تاعك باش يرعوا به
ما راحش تمدو هكاك واش تي الصحراء تفتح له الباب ويهبط سواسوا. انا سمعت قال لك يطلقوهم الله علم تقدر نهضر تحت بتحفظ يقول لك يطلقوهم هكذا والناس هذوك اللي عندهم على بالهم وين كاين موضع تاع الماء هو الجمل بطبيعه الحال والحيوان يروح وين كاين الماء نهار يحب يحكمه الا ما على بالو شرب يسناه في الماء حتى يجي باش يشرب هكذا. لا توت هيا قالوا لي بلي في الصحراء كاين الحوت صح ولا لا؟ لا عندكم في واد سوف كاين الحوت في الصحراء كاين كاين الحوت تاع الرمل اللي يقولوا الرمل لا هذه تاع على بالكمش بها نعم حوت الرمل واسمه شرشمان وشرشمان كروفات دو صابل يعني كروفات دو صابل اكزاكتومون كاين مام كاين سواح يجوا من الخارج ياخذوا طيارات باش ياكلوا هذا الشرشمان ويعيش كي يقولوا يعيش هو يعيش تحت الرمل ولا فوق الرمل تحت الرمل يعيش تحت الرمل وكيف يتصيد هذا شفت الجماعه محسوب يبيعوه هكذا يفول في يحطوا هكذا بصح كيف باه يصيد كي تجينا الواد سوف ان شاء الله نوريك تقنيه تاع التصياد تقنيه كي جيب معايا جيب معايا الصناره وشبكالك ما كان لا جيب معاك غير يديك برك غير بيديك نجيبوك قول والله وكاين دي فاريتي كاين انواع تاع الشرشمان ولا كاين كاين انواع كاين انواع كاين انواع كاين اللي تكل كلمه تكلش كاين انواع اه صحيح تخلف شويه كيما الحوت يعني كاين الحوت اللي ما ينتكلش وكاين الحوت اللي ينتكل كاين انا يا خويا بارك الله فيك وفيك يا بارك الله فيك هاي التصويره ديالك وين شفت التصويره يتباع في السعوديه يتباع بزنس يا ولاد بزنسوا بها هكذا يدوا الشرشمان يبيعوا معاهم واش متلكيز الزومي اه نعرفو لا لا كاين اللي صغيره وكاين اللي كبيره كبير العبود رباه اه يدوه معاهم بيعوه واش مدوا واش يقدر يداوي هادي والله ما نقدر هذاك هذاك يقول لك ناس بكري يقول لك مليحه للعين مليحه عليك ايه وري الكاميرا مان ويذبحها اي تنذبحها 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 يرقد في الشتاء عندي وحده حيه راهي من دار حيه يخرج في الصيف اشترى قدو في الصيف يخرج سيم ولا ما يخرج يسون تحت رمل يسون سبحان الله الصيف سبحان الله في في مخلق كي واحد يكون يسوق ويجي الفون صاب مثلا وش هي التعامل نقص وتحبس ولا فيتاس ما تحبسش خويا بزاف تحبس كي يولي بزاف تحبس كاينه كبزاف ما تشوفش ميتر قدامك ما تشوفش دونك يفهم يو تحبس شت الضباب حنا عندنا ضباب وما عندهم الفولت صاب صح شغل الضباب عندنا الفولت صاب يخلع الضباب يخلع الضباب لا لا هو ماشي اللي يخلع هو مو كل تنظر الطوموبيل تاعك ولا ما في حاجه ونشوف واحد نشوف واحد الظاهره ثاني كي نفواياجي في الصحراء كاين دي فوا الكابو يديروا لها لاكريس تاع فلافون علاش هذه علاش الرمل باش ما يبيكيش لا طول لا طول لي فار تبغى تصاب المال كي تكون تمشي يروح تصاب لي يقول لك طوموبيل مصاب لي من قدام ولا كي الرادياتور كريم ويغطي كان يغطي سواسوا هذه كامل على الرمل صاب الرمل ما يدخلش تخرج صح علاش دي سي ماشي ناجح ليك علاش هما صحاب الصحراء يشرو بزاف الهوندار اه سيردي صح سيردي خاطرش دي سي ماشي ناجح سيردي ناجح وسيردي ناجح خاطرش الاخر يريزيستي الاخر فيه تيربو وتيربو يفيه ياسبيري يشرب يشرب ياسبيري كلش صافي كل الرمل اللي يجيبو يتهلك يتهلك يدخل داخل يواسي الطوموبيل يهلك شفت هاي كملت نص ساعه نورمالمون السلام عليكم مرحبا بكم بارك عليكم صحه خويا بس تفضل معايا تقول الكروسه اه لا الله يبارك يا خويا هايك طوموبيل قلت له فيها شويه ليسونس اه درنا له اه يا قريب اه درنا له قدام في ريفيو الحاجة الأولى اللي نبدأ بها شوفوا الزيت اللي ريفيو الزيت تاعنا عندك لو مينيموم لو ماكسيموم تاعك فوالا غلاسيول رادياتور فوالا مينيموم لو ماكسيموم فوالا لوكيت دو فرا فوالا لا بوات فيزيب فيتر غازوال لا ميموار باتري فيتر اير لا شين دو ديستريبيسيون ميتاليك شان تحديد شان ديستريبيسيون ميتاليك هذه واش حاب يقول الناس اللي ما يفهموش شان ديستريبيسيون ميتاليك تاع الحديد حاب يقول تعاود ماشي كيما اللي تعاود ماشي كيما تاع بلاستيك فوالا ماشي تاع بلاستيك يعاودوها كل 100 120 هذه ما تجيش تحوس عليها ما تجيش تحوس عليها هذه ما تجيش تحوس عليها وبسنا نشوف واحد الحاجه محليه فوالا دونك ميتاليك يعني فوالا عندك ان 16 فالف هكذا والموتور هذا يعني تشوف جماعه تاع ويت سوف شراوه باسكو ناجح بزاف في الصحراء وكي ناجح في الصحراء عندنا هنا في الجمال ينجح اكثر باسكو اون موان دو بوسيير
وما عندهم صوت الرمل هكا في مشوف الرمل ها صاحبنا وزيد يخزر مليح هكذاك شوف راه فيني كاش ما قصدت كاش حاجه شوف بيا صح دونك انت كيطلع في طوموبيلتك كي يجي يطلع في طوموبيلته بيان سي اه يا طريقي لا هاو تما المفتاح مفتاح قالك هاو كي تما خويا الاوتوماتيك ديال تصوبو بيان الحل تاعك اخويا نهضرو معاك شويه حل رمتي حسب هذه يا خويا مبروك عليكم هيا باطو اوتوماتيك صور شو الدخ باطو اوتوماتيك يا خويا بارك الله فيكم جزاكم الله بركة هيا جينا الوقت شوف ان شاء الله انا نجيو لعندكم ما شاء الله وزدوا لنا هذاك الطعام اللي قلت لنا عليكم الطعام وهذيك الكسره هذيك هكذا هيا ما تنساوش كيما نقولوا احترام السرعه ونعطيك واحد العفسه كي تروح تسوق في الصحراء شفت البعير ولا نقص اون سي جامي ها طريق الخير في الامان خوتي في الامان ربي يسعد فوالا كيما شفتوا الجماعه راهم شراو الكريطه تاعهم وخداو طريق ديال واتسوف نتمنوا لهم ان شاء الله طريق سلامه ما تنساوش كي تلحقوا تما ضربونا تليفون قلنا بلي رانا لحقنا بخير وعلى خير وراكم شفتوا دونك هذه هي لوبيراسيون تاع تسليم في 30 دقيقه علما انه كاين ثاني ديروا ميز ديال 20 مليون على لا كريطا على لا ايفا وعلى لا اي 30 كذلك اللي تبقى السياره هينا مايله لا تو لا تو اما الان نصيحه الاسبوع في القياده هون فيش كنا نهضروا على الزيوت بيان راح نكملوا نهضروا على الزيوت هذا السوجي راهو يهمكم بزاف بزاف اذا عندكم استفسار فيما يخص الزيت اللي ديروه في السياره تاعكم عندكم لاباج فيسبوك ديال حصه لاتوت اللي هي لاتوت نبيل ديروا لنا انجام وبعثوا لنا دي ميساج اون بريفي اما لا نهضروا على الزيوت اما لا كاين بزاف هكذا في لي ريزو سوسيو في الاخر يكتبوا في لي فورم يقول لك واش من الزيت ندير الطوموبيل تاعي اسكو زيت اكس ولا ايغريك يسموا العلامات الوغ باش تكون على بالكم يا جماعه ما كاينش الزيت لطوموبيل ما كاين برك كيما نقولوا حنايا تفاهم تجاري ما بين علامه اكس تاع طوموبيلات وعلامه ايغريك ديال الزيوت قال حنايا واش رايك نديروا بارتناريا نعود ندير غير الزيت تاعك وتحسب لي سومه مليحه وهي رايح هكذا هذا واش حبيت نقول حبي يقول باللي تقدر دير الزيت اللي تحب انت للطوموبيل تاعك هكذايا تقدر دير علامه اجنبيه كما تقدر دير علامه وطنيه واش هو الفرق الفرق في لا فيسكوزيتي ديال الزيت الدسومه ديال الزيت حاب يقول الفرق اسكو دير لها لا 540 ولا لا 15 ولا لا 10 ولا لا 2040 هذه هي العلامه ما عندها حتى دخل خاصه انه مام الزيوت الوطنيه ذات جوده عاليه يا جماعه راكم غالطين بزاف في الامور الزيت المصنع هنا في الجزائر مثلها مثل العلامات الاخرين فيما يخص الجوده دونك على حسب نوع المحرك اللي عندك والكيلومتراج اللي عندك دير الزيت اللي توالمها الزيت الخفيفه مع موتور جديد لا 540 مثلا الزيت شويه ثقيله مع موتور بدا يمشي شويه يلحق 180 150 ميل دير لا 1040 زيت نطلع على 1540 كي نلحق باغ اكزومبل لا 250 ميل 300 ميل كيلومتر ولا 2040 حتى وين نلحق حتى 500 ميل كيلومتر دونك هذه هي نوع الزيت كما راكم تشوفوا نتوما في لي فوروم في الاخر قولوا واش ندير لها انا ندير لها علامه اكس اخرى علامه ايغريك هذه حبي يقول رانا غالطين في لو ديبا واللي يعطيكم نصائح قال دير لها الماركه الفلانيه و لا 1540 هكذاك برك بلا ما يشاور عارف بلي هذا ما يعرفش في الزيوت ما يفهمش يفهم يسالوا اهل الاختصاص هذه هي النصيحه نصيحه واحده اخرى في السمانه الجايه ان شاء الله واذا حبيتوا كاش نصيحه فيما يخص عالم السيارات اقترحوا علينا الموضوع في لاباج فيسبوك اللي راكم تشوفوا فيها هنايا اللي هي لا توت نبيل اكتبوا لي ميساج بريفي انا نجاوب شخصيا حقا باش تكون على بالكم في الميساج بريفي انا نجاوب شخصيا ماشي الويب ماستر دونك عندكم سوجي حبيتوا نهضروا عليه اكتبوا لي وانا ندير لكم هنا في الحصه ديالكم لا توت اي بيان فوالا الحصه هذه راهي انتهت اذا حابين تبانوا معنا في حصه لاتوت بعثوا التصاور ديالكم كيما راهم الجماعه هنايا راهم يبعثوا لنا التصاور تقدروا تبعثوا لنا التصاور ديالكم كش واحد عنده لانيفيرسير كش واحد حبيتوا تكبروا به تسلموا عليه عن طريق الحصه بعثوا التصاور ديالكم او ميساج بريفي في لاباج فيسبوك ديال حصه لاتوت اللي هي لاتوت نبيل بعثوا ميساج بريفي جو دي بيان لاتوت نبيل ما تبعتوهاش منا ولا منا تبعثوا تصوركم لناس واحد اخرين هكذا ديروا لنا انجام وبعثوا لنا تصوركم اون ميساج بريفي انا نجيبهم ونجوزكم في اخر الحصه هكذايا
ولد صغير انيفرسير ولا مرحبا بكم. الحصه هذه تاعكم حصه شعبيه على بالي تحبوها، وحنا نرد لكم كما نقولوا هذا الحب اللي راكم تقاسموه معنا. ميرسي الكلمات الطيبه اللي راكم تبعثوا هنا في الفيسبوك. نضرب لكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله، ما تنساوش ديروا كيما هذو داكور، ما نرموش الزبل تاعنا حاشاكم وحاجه خدركم من الطاقه تاعنا. نديروا ساشي داخل الطوموبيل كيما هذو ونرمي فيه كامل الزبل تاعنا، ومن بعد نغلقوه ونرموه في كيما نقولوا المزبله. موعدنا السمانه الجايه ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت، حاب يقول يوم الثلاثاء بدينا من الساعه 9 علينا على قناه الميديا اللي عاده تكون غدوه ان شاء الله الاربعاء في حوالي 2 تاع العشيه، وتعاود ثاني نهار الجمعه في الليل حوالي 11 تاع الليل اللي حاب يسهر نهار الجمعه في الليل. اما لا السمانه الجايه ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت. هلا في روحكم، هلا في البلاد، ايوا سلام.